نائب رئيس المستقبل الدكتور مصطفى علوش معنا مباشرة عبر الهاتف. صباح الخير دكتور. صباح الخير إليك ولصديقي أسعد. صباح النور دكتور علوش. دكتور علوش، يعني يوم نسمع أنه الاعتذار في جيب الحريري وأصبح جديا وقريبا، نسمع باليوم التالي أنه صحب من التداول ولم يعد مطروحا. اليوم ما آخر أخبار الاعتذار؟ هل سحب أم ما زال مطروحا؟ خليني أبلش. أنا أول واحد حكي لي إمكانية اعتذار سعد الحريري من خلال حوار معه مباشرة، يعني شو هو المفيد وغير المفيد لقضية الاعتذار. ولكن من الأساس كنا عم نقول إنه أي اعتذار رح يكون مرتبط بعدة أمور، ومن ضمنها التشاور مع الناس اللي هي مؤيدة لسعد الحريري، التشاور مع رؤساء الوزراء السابقين، مع كتلة التيار المستقبل، مع تيار المستقبل وبالتأكيد مع اللي أيدوا سعد الحريري بمسألة التكييف. فبالمحصلة بعد اللي صار الأسبوع الماضي، فكانت النتيجة أنه يعني مع أنه خيار الاعتذار هو احتمال موجود، لكن هذا الاحتمال خلي يكون بآخر الأولويات بهاللحظة هيدي. ليش؟ شو بعده ناطر الرئيس الحريري؟ يعني شو قال له الرئيس بري؟ ليش خليه يتريس؟ على أي أساس؟ مش بس الرئيس مليه بري، كمان بأكد يعني ما هو محطته بشكل واضح واعترافه أنه الرئيس مليه بري هو أكثر الناس اللي مأيدينه وعم يشتغلوا معه بهالفترة هيدي. لكن بالنهاية ما بس القضية هون، في قضية كمان موقع رئاسة الحكومة، في قضية مرتبطة بالناس اللي مأيدينه بتيار المستقبل، بواقع أنه رئاسة الوزراء مش ملك قرار شخصي، هي ملك مجلس النواب اللي كلف الرئيس. وأيضا موقع دستوري منه ببساطة أنه بيطلع بيقول أنا بتصرف فيه باللي بدي إياه. لكن الشيء المؤكد الثاني هو بعد دراسة الأمور مرتبطة بما هو سيء وما هو أسوأ، بين أنه أول شيء اعتذار سعد الحريري سيفاقم الأمور إلى أقصى الدرجات وبسرعة، والانهيار بيكون أقرب. الشيء الثاني هو أنه عدم قدرة الحكم على إنتاج حكومة إلا بالنوع ذاته اللي وربما أسوأ. نعم، خليني أبلش معك من أول احتمال أنه الاعتذار سيفاقم الوضع أكثر، وحضرتك اليوم كمان مصرح أنه ستكون نتائجه كارثية. ما الذي سوف يحصل يعني إذا اعتذر الحريري؟ خلينا نشوف الأسبوع الماضي، مجرد ما بلشت تظهر نتائج سيئة على الحوارات المستمرة مع الوزير جبران باسيل، لقينا أنه قفز سعر الدولار تقريبا 2000 ليرة بشكل بمعدل، وهذا بدون اعتذار، ولكن باعتذار تقديري انه رح يكون الوضع أسوأ بكثير، لانه المزاج هو اللي عم يتحكم، وايضا تجار الدولار اللي موجودين عم يلتقطوا الفرصه لحتى يفوتوا يلعبوا بهالشكل. بس بالمقابل استمرار التعطيل يعني سيريح الوضع الاقتصادي والمالي اكثر؟ التعطيل هذا السؤال يوجه الى شخص واحد اسمه جبران باسيل. اما التسهيل فموجود بشكل كامل من قبل سعد الحريري بحكومه من المستقلين غير الحزبيين بدون تم معطل. اي شيء اخر التعطيل موجود بمكان اخر، هو للاسف ما بقى فيني احكي عن رئيس جمهوريه لانه لا يبدو انه موجود بقى، الموجود هو واحد شخص واحد اسمه جبران باسيل. طيب دكتور، بالنقطة الثانية حضرتك طرحت نقطتين، انه اولا النتائج سوف تكون كارثية واكثر تعقيدا في حال الاعتذار، وانه لن يكون بمعنى يعني حسب ما فهمت منك لن يكون سهلا الاتفاق على مرشح اخر. لماذا يعني لن يكون سهلا؟ والبعض بيقول انه في الكثير من الشخصيات المستعدة لان تتولى هذه المهمة في هذه المرحلة، وعلى الاقل يعني ما مشكلة الحريري، على الاقل بيكون هو ازاح عنه مسؤولية التعطيل، لأنه حتى لو حضرتك عم تحكي عن تسهيل وليس تعطيل، وإنما بالنهاية الحريري لما بيكون اللي بوجهه إذا بدنا نفترض أنه عم بيعطل وما في أمل أنه يتوقف التعطيل، هو بعده مكمل حكما، هو أيضا يتحمل مسؤولية بهذا الإطار. فليش عم تعتبر أنه البديل غير موجود وأنه صعب التوافق؟ خليني نقطة مهمة وأساسية، وهذا جزء من الحوارات اللي كنا عم نحكيها، وايضا راي اقليه ولكن جديه ومنطقيه داخل تيار المستقبل وبالمحيط سعد الحريري، انه ارمي هذا التكليف في وجه رئيس الجمهوريه. نعم. وخلي الانهيار يكون على حسابه.
الكلام اللي انحكى هو بالمقابل كمان انه قد يمكن يكون هذا الشيء بيريحه لسعد الحريري ويخلي الامور بخانه رئيس الجمهوريه، البحث كان هو من هي الشخصيه اللي عندها تاريخ وعندها مستقبل ضمن الطائفه السنيه اللي بتقبل ان بشيء برفضه سعد الحريري مع جبران باسيل. يعني كان كلام واضح انه ولا شخصيه تحترم حالها على مستوى سياسي مستعدة تقبل بأن تكون تحت رحمة جبران باسيل. فأنا بأكد لك أنه يمكن يقدر يجمع عدد من الأصوات لشكل أو على الأقل تجي حكومة، لكن هذه الحكومة رح تكون بالتأكيد أول شيء يعني حسب البوينتاج الموجود بمجلس النواب ما قادرة أن تمارس ثقة، وهذا بأخر كل العلاجات، وأيضا ما رح تقدر تمارس ثقة لا بالداخل ولا بالخارج. بس دكتور يعني عم تفترض أنه شروط باسيل سوف تكون هي نفسها مع شخص آخر غير الحريري، بوقت أنه البعض بيعتبر أنه كل مشكلة باسيل أنه الحريري هو اليوم من يترأس هذه الحكومة، فإذا بدها تكون أنت عم تترأس الحكومة سوف أكون أنا موجودا بطريقة أو بأخرى، إذا يعني لم يعد الرئيس الحريري مطروحا على رأس هذه الحكومة قد تتغير هذه الشروط وتصبح الأمور أكثر تسهيلا. يعني هناك من يؤمن أيضا بهذه النظرية. طبعا المؤمن بهالنظريه بيكون كثير يعني هامشي بمساله الفكر الاساسي اللي بيفكروا فريق عماد مشاري العام، ما عندهم مشكله اذا سعد الحريري بيجي بحكومه قادر يقيلها جبران باسيل وقت اللي بده اياه. فلهيك القضيه هي قضيه من يقيل الحكومه، لانه اللي عم يراهنوا عليه فريق رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه لن يغادر القصر الجمهوري بنهايه العهد، لانه ما راح يكون في مجلس نواب شرعي قادر انه ينتخب رئيس جديد، فبيقيل الحكومه وبيبقى بهذا المكان الى ما شاء الله. طيب دكتور علوش، يعني بختام المداخله، واذا بدنا نعطي صوره لما هو مرتقب هذا الاسبوع على الاقل، يعني الاعتذار فينا نقول ما زال مطروحا وانما تم تاجيله فقط؟ ما عندي اجوبه للسؤال، بتاسف يعني يا ريت بيكون عندي. نعم عفوا ما سمعت دكتور. ما عندي جواب لهالسؤال، أمنك ما عندي جواب. طيب فينا نحكي عن مهلة، يعني هل طلب الرئيس الحريري مهلة من الرئيس بري أنه لن تكون هذه المهلة مفتوحة بحسب ما قرأنا اليوم، هل من وقت معين متاح من أجل تسهيل العملية؟ المهلة مش الرئيس الحريري اللي طلبها، المهلة وكمان ما في يعني أيام محددة أو شيء، ما عندي فكرة إذا شيء، لكن بالتأكيد أنه سعد الحريري ما طلب مهلة. طيب هل نتوقع أن يصعد إلى بعبدة الرئيس الحريري مع تشكيلة جديدة هذا الأسبوع؟ أنا من الناس اللي مقتنعين أنه المفروض الرئيس الحريري يقدم تشكيلة بالطريقة اللي هو مقتنع فيها بدون تعطيل، ولكن مبنية على الأربع رؤين، وخلي يعني من الجديد أنه اللي بده يرفض يتبين نوايا. شكرا للدكتور مصطفى علوش نائب رئيس المستقبل على هذه المداخلة.